السلام عليكم، حياكم الله متابعين مربع نت بالجديد. هذه حلقة جديدة من موسم جديد. موسم هذا موسم طحن، موسم خرافي، موسم قوي جدا في عالم الدرفت. وإذا كنت تدري أو ما تدري، أنا سائق درفت سعودي الحمد لله، حققت مراكز وجوائز جدا كثيرة، ولكن كل شيء سويته في حياتي أعتبره وصلت 30% من هدفي. عشان كذا السنة هذه عندنا شيء مختلف، عندنا شيء قوي، عندنا ضغط قوي قوي مرة في بطولات الدرفت في السعودية. والسبب هو شغلتين. الشغلة الأولى أن دورة الألعاب الأولمبية السنة هذه ضمت سباقات الدرفت من ضمن جدولها لهذا الموسم. لما نقول لجنة الألعاب الأولمبية معناها الجائزة في المركز الأول مليون ريال، مليون ريال يا جماعة الخير، مليون ريال تعرفش يعني؟ مليون ريال يعني بينها وبين أقوى بطولة في العالم مسافة كبيرة. تخيل المركز الثاني 300,000 ريال، يعني 300 الحالة هذه جائزة قوية في العالم كله. تخيل المركز الثالث 100,000، تخيل من سباق واحد، يعني تخيل سباق واحد ممكن تكسب فيه مليون أو 300 أو 100 حسب المراكز الثلاثة اللي تأخذها الأولى. فتخيل كمية الرعب الموجودة في السعودية الآن بالنسبة للمسابقين الدرفت. في حركة مو طبيعية، في ناس قاعد تجهز سيارات قوية يا جماعة الخير، ناس قاعد تجهز. واليوم تشوف واحدة من السيارات هذه أو سيارتين من السيارات هذه، واحدة لي وواحدة صاحبي بدر شريه. فعشان كذا اليوم ناخذكم في رحلة جولة جدا جميلة وموسم جميل في موسم سباقات السعودية، تحديدا رياضة الدرفت. حياكم. أنا قلت لكم اليوم بوريكم سيارتين. السيارة الأولى هي سيارتي، طبعا أنا كان عندي موستنج 2006، كنت معدلها تعديل كامل وتجهيز كامل للدريفت، ولكن السيارة هذيك وصلت معها إلى الليمت، وصلت معي حدها على قولتهم، أقدر أطور فيها ولكن بتكلفني مبلغ جدا جدا عالي. المبلغ هذا أقدر أستثمره في سيارة ثانية أو يسموها شخص ثاني أو بدي ثاني، عشان كذا قررت أبيعها وأشوف شيء مختلف تماما. طبعا للأمانة اللجنة الأوروبية ما كان عندنا علم إنه بتسوي بطولة، فكنت بارد شوي مبرد. طبعا هي في بطولتين، بطولة تويوتا نتكلم عنها بعدين، وبطولة اللجنة الأوروبية اللي هي حقت المليون هي الأهم بالنسبة لي حاليا. أول ما سمعت الخبر هذا انهبلت، لازم اسوي سياره، لازم ابني سياره، ما في فلوس، نفس الوقت ما في وقت. فاضطريت اني اسوي شيء مختلف تماما. شاركت انا اخوي عبد الله الذكري سمح لي اني استخدم سيارته الجميله هذه اللي اليوم راح نتعرف عليها سوا. هذه مازدا RX7. السياره هذه مو مازدا عاديه، السياره هذه مازدا مختلفه تماما، وهذا اللي راح نتعرف عليه اليوم، وهذه اول سياره معنا هذا اليوم. قلتكم ان السياره هذه ما هي بسياره عاديه او مازدا RX7 عاديه، هذه سياره معدله بالكامل تكون سياره دريفت. طبعا رايها الاول كانت واقفه عند السياره الى ما يقارب السنه دون اي حركه، واقفه تحت طربال ولا تتحرك. فمعناها السيارات يعني اذا سياره عاديه تخيلت وقفها سنه معناها تحتاج صيانه، فما بالك سياره معدله معناها تحتاج صيانات الصيانات. عشان كذا انا جايبها اليوم في ورشه سواب شوب. هذه الورشه متخصصه في التعديل، متخصصه في الصيانات، متخصصه باشياء كثير، في اشياء يعني ما تتخيلها متخصصه فيها الورشه هذه، اللي عندهم ستاف قوي جدا، اداره قويه جدا، شغل بروفيشنال بشكل ما تتخيلوه. وهذا اللي راح اشوفه في سياره بدر، لان سياره بدر انبنت بناء كامل من الصفر في الورشه هذه. ولكن خلونا نبدا بسيارتنا بعدين نشوف الابداعات اللي سووها في سياره بدر. طبعا السياره هذه واقفه سنه فمعناها تحتاج صيانه هائله. البدي بالكامل مصنوع من الفيبر، صاحبها سواها في البحرين، فكل قطع فيبر بحيث يخفف وزن فوق وزن السيارة الخفيف، خفف وزنه. فنتكلم عن الرفارف فيبر، الباب فيبر، فيبر الشنطة فيبر، فمعناها وزن السيارة خفيف. وهذا اللي راح نعرفه بعدين بحلقة قادمة كم وزن السيارة هذه. ولكن خلونا ندخل مباشرة في قلب السيارة الحلوة ذي. الكبوت فيبر ايضا، شوف كيف اشيله بكل سهوله. ابيكم تاخذوا نظره الى داخل السياره الجميله. انا الحين مغطي المحرك وراي، ابيك تتوقع وش المحرك الموجود على الارك 7 من مازدا. 1 2 3 4. حياك. المحرك الموجود عليه طبعا اكيد اسهل خيار تركب الاس على سياره او سياره دريفت تحديدا، لسهوله تركيبه، توفر قطع، وايضا يعطيك باور مو بصاحي. فالمحرك اللي هنا عندنا LS3، طبعا ستوك عليه كام بس خفايف بس، لكن كمحرك نفس الاساسي ستوك تماما. هيدرز فلتر زي ما شايفين تقريبا جايه 400 الى 80 على الويل، طبعا قابل للتعديل، لكن مبدئيا بخلي المحرك زي ما هو. طبعا السياره زي ما شايفين بحكم الوقفه تحتاج تنظيف، يحتاج تدهل شوي، لكن امس استلمتها فالورشه الحين سوينا لسته طويله في الاشياء اللي راح نسويها، بشارككم معها بعد شوي. فحاليا المحرك زي ما شايفين موجود هنا، ولو تلاحظ ما في رديتر مصورنا. وين رديتر مصور له؟ ما في رديتر صح؟ رديتر موجود في الشنطه، تلاحظوا الليات ممتده الين الخلف. تعالوا اوريكم شكل رديتر في الخلف، هذا هو الخلف. طبعا سبب ترجيعه للخلف توزيع الوزن، زائد طرمبه حقت المويه كهربائيه، لما تكون كهربائيه تعطيك باور شوي زياده، لان بحكم انها كهرباء ما تحتاج ضغط من السير نفسه. فعندنا مروحتين من شركة سبال حيث تطلع الهواء الحار إلى الخارج، كذا تضمن كفاءة تبريد مو بصاحية. طبعا الهواء راح يدخل كذا تقريبا، ممكن تحتاج لها الدكت اللي هو يودي الهواء هنا، لكن مبدئيا حسب كلام راعي السيارة ما تحتاج. مراوح تؤدي الغرض وزيادة، والمراوح هنا، والتانكي أيضا موجود في الخلف.
من مراحل التخفيف ان كل شيء انا اسميها بكلات، هذه كانها بكله تقفل فيها كل شيء. يبغالها، هي خفيفه لكن يبغالها بس تعرف كيف تفكها كذا. الحين تشوف فكيت الشنطه، هي مو شنطه، هي بس اطراف بس الموجوده. لو تقدر تشوف التانكي، طبعا تانكي خارجي مع طرمبات داخليه، فباذن الله تضمن ان البنزين دائما يوصل للمحرك بشكل قوي جدا. المروحه هذه موجوده، طبعا هذه كل الوزنيه توزيع وزن. فنتكلم ماكينه في الامام، ما هي ماكينه بلدها، اكيد اثقل شوي، شيء بسيط، خاصه انها لس، ترى لس من اخف المحركات اللي ممكن تركبها على سياره تعديل. ف ماكينة في الأمام، الرديتر مع العفشية هذه كلها في الخلف، أنت في النص كذا، وزن السيارة متوزع بشكل جدا رائع. وهذه من الداخل، ما في أشياء كثيرة نتكلم عنها في الداخل بحكم أنها فاضية. عليها قفص حماية رول كيج، طبعا هذا هو الستيرنج، الستيرنج رياضي، قاعدة رياضية. بغير المقعد اللي هنا، المقعد اللي هنا كبير علي، بصغره شوي، حيث أن السيارة أصلا هي صغيرة، فالمقعد كبير أبي أصغرها شوي. طبعا القفص حماية ممتدي للسقف حتى. الجير اللي عندنا T56 جير عادي، ما في أي شيء يعني مميز. عندنا الهاند بريك اللي هو الهيدروليك هاند بريك هذا الموجود، فهذه كمبيوتر هولي اللي عليها. فواحدة من الأشياء اللي نسويها إنه ممكن نعيد برمجة السيارة بحيث إنه نضمن تكون أفضل أداء، لأن لها واقفة فترة طويلة، بس نسوي لها أبديت خلنا نقول، بحيث نتأكد كل شيء تمام في البرمجة. احنا الان تكلمنا عن الاشياء الرئيسيه والواضحه اللي هو المحرك، الرديتر، تانكي البنزين والبادي بشكل عام. في من الاشياء الموجوده اسفل السياره اللي ما راح نشوفها، ممكن بعدين بس نحطها على الرافعه، بس نشغل السياره ونبدا نشغل فيها بصورها، اللي هو بطن السياره. طبعا نتكلم السياره عليها انجل من وايس فاب، الانجل اللي هو يفتح لك الكفر الامامي زاويه جدا قويه، زائد السسبنشن عليها سسبنشن من شركه بي سي. طبعا في الخلف الكل المقصات او كل اللي ماسك الكفرات هذه من هنا ادجستبل، يعني اقدر الكفر اللي ورا الفه قد ما ابي، طبعا الفه كوزنيه او سيت اب او الايمنت يسموها، بحيث اني في اشياء معينه في الدريفت نحتاجها ان الكفر ما يكون مستقيم 100%، لا احتاج بعض الاحيان اميله، اتكلم عن الكفر اللي ورا، زائد الكفر الامامي ايضا ممكن اميله بطريقه معينه او وزني معينه، بحيث اضمن ستايلي في السواقه يطابق السسبنشن والالاينمنت الموجوده على السياره. ففعليا لو تشوف السياره، شوف كيف خفيفه. طبعا اقدر اقسيها من السسبنشن هذا بحيث انها تكون اقسى شوي. السياره يا جماعه الخير، يعني انا اتوقع من 1200 الى 1250 كيلو وزن السياره هذه، ويعتبر خفيف على 480 حصان. طبعا انا بزيد وزن، لكن قاعد احاول انحف، برضه بعطيكم ابديت. حاليا وزني 111، بحاول انزله الى 100 اقل شيء نهايه الشهر هذا، ان شاء الله اني استطيع. سيارتي جاهزه لكن يبيلها صيانات، عشان كذا جبتها عند ورشه سواب فاب شوب. لكن هشام اشتغل بسيارة من الصفر مع سيارة اخوي بدر الشريهي اللي هي الكومارو الاسس. طبعا الكومارو معروفة وزنها ثقيل، يبغى له تخفيف جدا هاي. طبعا عامل التخفيف شيء وعامل التعديل شيء ثاني، لكن هشام ما شاء الله عليه اشتغل بالتخفيف، شيء ما تتوقع، شيء مختلف تماما، الى اي حديدة ما هي ما لها داعي شالها. فالحين بناخذ لفة على سيارة بدر الشريهي الكومارو، حبيبنا هشام يعلمنا وش الاشياء اللي بدا فيها. ودي نبدا بالشنطة هشام، يلا تعال الشنطة شوف. اول شيء قصينا، حاولنا نقص قد ما فينا نخفف وزن، الضفارف ما هي موجودة، وشلنا الاشياء اللي هي ممكن تتضرر بعمليات الدريفت، وبدانا بموضوع الفايبر جلاس ان شاء الله سوينا رفارف. وهذه واحده فيك تقول صار عندنا خلفيه كامله عن السياره، واحده من الاشياء. هذا الرفرف اليسار، شوف فايبر جلاس، يعني اتكلم وزنه تقريبا اثقل من جوالي بشوي، كيلو كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص. حلو، فشوف كيف تركيبته ساعدك. يلا، طبعا في شيء يسموه البرشام او الرنت، بكل بساطة طق 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 يركب الرفرف بشكل سريع، كامل الخلفية كده طبعا قابل للعفو زي ما شايفين، فأي صقعة تجي مو لازم ينكسر مباشرة. أيوه، تحمل مهمة. لو انكسر لا سمح الله، بكل بساطة طقطة يشيل المسامير هذه والريفنت، صح، جاهز. طبعا واحدة من الأسباب هي تخفيف، عامل إنه فليكسبل مرة، وإذا انكسر يتغير بسرعة، زاد الشغل على السيارة يصبح سهل جدا، فعندنا أكسس على أشياء هنا بشكل أسرع من السابق. زاد شوف الشنطة كيف، برضه الشنطة مخفينا شباب، هذه الشنطة برضه بتتركب نفس الأسلوب، كويك ريليس فايبر زي ما شايفين، كله طبعًا فايبر. طبعا الاشياء اللي انقصت هنا بيتركب بدالها يسموه باش بار او رول بار، صح، كذا صغير بايب، اي بايب، بايبات تتركب هنا برضه. بايبات هذه شغلتها انها في تصادم لا سمح الله تنعبط، يفكها ويركب واحده جديده، مزبوط، مسامير بشكل جدا سريع، صح. عندنا هون القصم هيدا عدلنا فيه متل فابريكيشن، رادياتر بيركب خلفي مع التانك البنزين، وهنا راح تكون قفله بالومنيوم زي ما شفت بسيارتي محول للخلف، ولكن هنا هشام هو اللي بيحول رديتر حق كمارو. طبعا كل سياره تختلف عن الثانيه، هو حسب اللي يشوفه، مزبوط، صح، بيركب بطريقه معينه. زاد تانكي البنزين طبعا انشال من السياره، تانكي كبير بيتركب له تانكي. كم لتر بتحطونه؟ 30 لتر كافي. 30 لتر تقريبا، طبعا انت تختار في 25 في 30 حسب اللي انت بي. 30 لتر بحيث ما يكون كبير مره عشان الوزن،
زاد اذا بتحط عليه ريس فيول او بنزين السباقات تقدر تحطه ما يكون حجمه كبير. الحين نجي جهة المحرك. طبعا المحرك زي ما تلاحظوا ما في ولا شيء فاضي، الشاص بس موجود، الماكينة معلقة هنا لأن الشباب قاعد يوزن عليها في أشياء معينة يركبونها. لكن خلنا حبيبنا هشام بيعلمنا وش الأشياء اللي يسووها الماكينة والجير بوكس اللي تغير تماما. الماكينة هذه عبارة عن لونج بلوك LS3 Forged Internal Stroker 6.8 Pro Charge P1 عليها جير دوك بوكس، والآن نحن عم نركب كراسي الماكينة عشان نقدر نسوي براكت للجير، لأن الجير مو بوكالة فيحتاج يغيروا قاعدة الجير أو الكرسي اللي قاعد على الجير، يحتاج هذا الموضوع فبركة شوي، ما تلقى لها قطعة جاهزة. والشباب برضو شوفوا وش الأنسب يركبوا لها قاعدة حقت الجير. طبعا المحرك تقريبا قواعده ثابتة نفس ما هي، ما تغير شيء، الجير هو اللي لازم لا شيء جديد يتركب. طبعا المحرك ما شاء الله سمعت 700 حصان حولها، هلا هو مجهز للألف دريفت، المستوى تبع الدريفت يعني اكثر من 750-800 كفي اعتقد يعني. طبعا هي برضه حمايه للترانزميشن وللديف وللاكسس، وزنيه مع وزن السياره صح. تقريبا برضه كم هدف الوزن اللي توصلوا له مع الماكينه مع الاغراض كلها الحقيقة مع السياره كامله؟ الحقيقه هذه اول كمارو بنشتغلها بهذا المستوى. حلو. فللان انا عم حاول جهدي تكون اخف سياره، بس كام النهائي ما اقدر اكتب. طبعا احنا بنصور بس يوزنونها لاني برضه احتاج اوزن سيارتي، فبنصور كلها بنشوف كم وصلوا ان شاء الله. طبعا وزنها وكاله تقريبا 1750 او حولها تقريبا. ايوه سمعت هذا. فالشباب مخففين بنفس الوقت ضافين اشياء، بس معادله كلها توصل الى تخفيف اكثر منها وزن وكاله. داخليه كومارو زي ما شايفين على الحديد، صدق على الحديده، كل شيء حديد حديد. شوفوا يدي من هنا، السلام عليكم. السياره تخففت من الداخل، ما في ولا شيء من الداخل، سيليكون معجون، اي قطعه ما لها لازمه نشالها. حتى العوازل الموجوده في الوكاله حكينها الى الصاجه عشان يتاكدوا ما عاد في اي وزن ما له داعي. طبعا اللي نفس الوقت لما تشيل لازم تحط الرول كيج اللي هو قفص الحمايه بحيث انه يحمي السائق. طبعا وسائل السلامه في السياره كوكاله اشياء كثير تسويها، منها الباب ايرباك ذي الاشياء، لكن في السباقات اللي يحتاج قفص او قفص الحمايه هذا الرول كيج، فلا سمح الله اذا انقلب في حدائد تمسكه، اي حادث جانبي الحديده هذه راح تحميه بعد الله. وايضا الامامي تصادم امامي عندك هذه الاشياء، وفي الخلف طبعا البشبرات اللي قلت لكم تتركب هذه تحمي باذن الله. طبعا كرسي السائق بيتركب هنا زي ما تلاحظوا، ما في اي داشبورد بالموضوع، طبلون انشال بالكامل وبيرجع كشكل بس بلاستيك صح؟ مزبوط بلاستيك بس الموجود، بحيث انه في العدادات والجيجات حقت وش بتركبوا هولي؟ والله انا بالنسبه لي ما بحب بركب داش، بس بدر خلاص بحب الداش، لازم انه يبي شكل بدر، يبي شكله كومارو، بحب الشكل برضه كمان يبيها كومارو، وللامانه تعطي طابع شوي للسياره. ان شاء الله راح نفاجئك كذا بحاجه حلوه بالداش، عندي فكره ان شاء الله، ان شاء الله تزبط. ما شاء الله تبارك الله، يا حظك يا بدر، والله يوفقك. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بركب الستيرنج والكرسي والداشبورد والدعسات، هاند بريك والجير والدك بوكس هذا اللي بيركب باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، كل شيء انشال من السياره هذه ما شاء الله، قسمة عدل. شوف ما شاء الله الحين على مكينة بدر، بيحاول الشباب الحين بس يطبقوها بحيث يوزنوا الكرسي او قاعده الجير نفسه، لان الجير مو بجير بلد، الماكينه بلد امورها تمام، فيبغى لها ميزان يوزنوها ويركبوا قاعده جديده او تفصيل قاعده جديده للجير نفسه. فالله يكون بعونهم، الموضوع صعب شوي. طبعا ناويين يحطوه تحت السياره بحيث يفصلوا قاعده للجير نفسه، فالله يكون بعونهم. بدايه وش رايكم باسم السلسله؟ وش نحطه؟ هل نسميها رحله المليون؟ الفريق اللي انا بسويه اسمه فريق سدو او سدو ريسين. انا انسان احب السدو بشكل ما تخيلونه، احب الشكل هذا، وعلى حظي السياره جت حمراء. طبعا كسدو كمربع نت الاحمر جدا جميل. طبعا باذن الله بنفصل له ستيكر للسياره بحيث تطلع شكلها جدا رائع مع الرعاه اللي بيجون باذن الله، منهم كواب فاف شوب اللي احنا فيهم اليوم، زائد ما ادري وش جاي ان شاء الله، مفاجات باذن الله. فاعطونا اسم للسلسله هذه. انا اقترحت رحله المليون، اقترحت سدو سدو للسباقات. انتوا علموني وش رايكم، لان انا هذه بيني وبينكم، انا شغلي ذا كله معكم بس انتوا، فعلموني وش رايكم. انا مبدئيا بسميها رحله المليون، وانتوا في التعليقات اكتبوا لي وش رايكم، وباذن الله نعتمد واحده منهم عاد حسب وش يعجبنا يعجبكم باذن الله. يعطيكم العافيه، استنوا السلسله هذه باذن الله بتكون طويله على مدى سنه كامله او موسم كامل، بدايه من الشهر الجاي لين نهايه السنه في عز الشتاء، بتكون اخر جوله تكون في جده في واحده من البطولات، راح نذكرها بالترتيب باذن الله بعدين. ما ودي اطول عليكم اكثر من كذا، يعطيكم العافيه حسب المتابعه، تشييركم تعليقاتكم واللايكات باذن الله الموضوع هذا بيكبر وبيصير موضوع ان شاء الله عالمي يوم من الايام. الله يعطيكم العافيه، ما استغنى عن دعمكم، شكرا جزيلا، مع السلامه.